يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفلام داخل وخارج البوكس أوفيس اللي كانت بتتعرض في السينمات وعلى المنصات العالمية من وقت قريب وبقت متاحة للتحميل والمشاهدة بصورة كويسة جدا. يعني لو عجبك أي فيلم من القائمة اللي هيتم عرضها على حضراتكم تقدروا بكل بساطة تبحثوا عن الفيلم وتحملوه، وكمان هنعرفكم تقييم كل فيلم من على موقع IMDb وهنوضح لحضراتكم قصة كل فيلم باختصار. ولو كنتم حابين تشوفوا ترتيب أفلام البوكس أوفيس بتاع الأسبوع اللي فات هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. وعموما أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلا وسهلا بيكم. وأول فيلم معانا هو فيلم مايجريشن، ومعنى الفيلم بالعربي يعني الهجرة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 22/12/2023. وعارف إن الفيلم ده بقاله فترة كبيرة متاح على جميع المواقع الأونلاين، بس حبيت أوضح لحضراتكم إن في نسخة منه مدبلجة، وبصراحة النسخة دي جميلة جدا وممتعة، ولو كنت لسه ما شفتهوش مدبلج فهيكون فاتك كتير. وأنا عن نفسي شفت الفيلم ده في السينما وقت صدوره، ويعتبر من الأفلام الأنيميشن الممتعة. وعامة قصة الفيلم بتحكي عن عيلة من البط كانوا عايشين في بركة في سلام وحياتهم كانت روتينية، بس بعد لما بيظهر مجموعة تانية من المهاجرين بتقرر الأم إنها تهجر من البركة، وده علشان كانوا عاوزين يستكشفوا العالم، بس الأب كان رافض الفكرة وكان خايف عليهم. وبالعافية قدرت الأم والأبناء يقنعوه بالهجرة، وفعلا بدأوا رحلتهم إلى جامايكا الاستوائية وخدوا معاهم العم دان. بس أثناء رحلتهم بيواجهوا تحديات غير متوقعة، وللأسف موصلوش إلى جامايكا زي ما هم كانوا مخططين، وبيلاقوا نفسهم في مدينة كبيرة وبيتعرضوا للمخاطر. فيا ترى هيكون إيه مصيرهم ومصير العم دان؟ وأحسن حاجة هتشوفوها في الفيلم ده هو الترابط الأسري وخوفهم على بعض. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.7 من إجمالي تصويت 24,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 72 مليون دولار، وحقق إيرادات عالمية بقيمة 296 مليون دولار. ماما مش قادرة أعملها كده، ممكن ننزل؟ لا مش هننزل يا جوان، أنت كبرتي وتقدري تعمليها في السماء. بس ده ضغط عليا وحاجة قرف. مش حاجة قرف، إحنا طيور، كل الطيور بتعملها في السماء. طب لو حد باصص عليا من تحت؟ مفيش حد باصص من تحت، قلت مش هننزل على الأرض، يعني مش هننزل على الأرض. تاني فيلم معانا هو فيلم سليبينج دوجز. تصنيف الفيلم بيكون جريمة غموض وإثارة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 22/3/2024، والفيلم ده بيكون من بطولة النجم راسل كرو. قصة الفيلم بتحكي عن محقق جرائم سابق، وبنعرف إن الراجل ده زمان كان بيحقق في قضية قتل وحشية، بس للأسف كان بيعاني من الزهايمر، وبنشوفه بيبتدي يتعالج من الزهايمر ده، وكان بيخضع لبروتوكول علاج متطور لمرض الزهايمر، والدكتور طلب منه ان عقله دايما لازم يكون نشط. المهم في يوم من الايام بنشوف واحد مسجون بيطلب انه يقابله علشان كان فاضله اقل من شهر وهيتم اعدامه، والمسجون ده بيعرفه انه هو مش الجاني. المهم المحقق بياخد قرار انه يحاول يفتكر القضية بتاعته، وخصوصا ان الدكتور طلب منه انه لازم الذاكره تبقى شغاله على طول، وده الحل الوحيد علشان يرجع يفتكر من تاني. وعلى الرغم ان القضية دي عدى عليها حوالي 10 سنين الا انه بيكتشف بعض الادله الجديده واللي كانت بتوجهه الى حقائق مروعه. وبصراحه الفيلم ده فيه شويه تشويق واثاره حلوين جدا، وهتتفاجئ لما تعرف مين القاتل في اخر الفيلم. وزي ما وضحت لحضراتكم ان الفيلم حاليا متاح على جميع المواقع الاونلاين. تالت فيلم معانا هو فيلم The First Omen. تصنيف الفيلم بيكون رعب، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 5/4/2024، والفيلم ده يعتبر مقدمة لفيلم The Omen اللي تم إصداره سنة 2006.
فلو ما كنتش شفت أي فيلم منهم فعادي جدا إنك ممكن تشوف الفيلم ده. وعامة الجزء ده بيركز عن حياة شابة أمريكية، وبنعرف إن تم إرسالها إلى روما علشان تبدأ حياتها كخادمة في الكنيسة. بس لما بتروح المكان بتكتشف أمور غريبة بتحصل هناك، وبنعرف إنها بتواجه ظلام مرعب، والسبب ده خلاها تشك في إيمانها، وبتكشف عن مؤامرة شريرة لتحقيق في ولادة الطفل. والفيلم ده يعتبر من أفضل الأفلام الرعب اللي تم إنتاجها السنة دي، والفيلم حاليا متاح للمشاهدة على جميع المواقع الأونلاين. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.8 من إجمالي تصويت 13,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 30 مليون دولار، وحقق إيرادات عالمية بقيمة 50 مليون دولار. How you control people who no longer believe? You create something to fear. I believe the girl is to be the mother. Mother of what? رابع فيلم معانا هو فيلم أرثر ذا كينج. تصنيف الفيلم بيكون مغامرة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 15/3/2024، والفيلم ده بيكون من بطولة النجم مارك ويلبيرج. وقصة الفيلم مبنية على أحداث حقيقية، وعامة القصة بتركز عن متسابق سويدي اسمه مايكل، والراجل ده كان بيدخل سباقات كتيرة جدا، بس مراته وبنته كانوا قلقانين عليه من خوض السباق ده، بس هو كان مصر انه يكون بطل للعالم، وخصوصا انه سنه كبر ومش هيقدر يخوض سباقات تانية. المهم بنعرف ان السباق هيقعد لمدة 10 ايام متواصلة، وهيقطعوا مسافة حوالي 435 ميل، وهيتسلقوا جبال وهيركبوا دراجات، وكمان هنشوفهم بيركبوا قوارب داخل غابات الأكوادور. والسباقات دي بتكون من نوعية السباقات التحملية، يعني لازم يكون عندك جهد ولياقة عالية جدا، وده علشان تقدر تكمل السباق. المهم أثناء رحلتهم بيلاقوا كلب مصيب ببعض الجروح، وابتدوا يعالجوا الكلب ده ويعتنوا بيه، بس بيتفاجئوا إن الكلب ده فضل معاهم طول وقت المسابقة، وكمان كان بيساعدهم إنهم يتخطوا الأماكن الصعبة اللي كانت ممكن تعرض حياتهم للخطر. والفيلم ده من الأفلام الممتعة، وكمان يعتبر من الأفلام العائلية المسلية. وطبعا لو كنت حد من محبي الكلاب فأكيد الفيلم ده هيعجبك جدا. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7/10 من إجمالي تصويت 8700 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 40 مليون دولار، وحقق إيرادات عالمية بقيمة 32 مليون دولار. I was a young boy living in the city. All I did was run, 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 run. Over the next 10 days, these athletes will cross 400 miles climbing, biking, and kayaking. That dot is daddy. Go, daddy, dot. وخامس فيلم معانا هو فيلم مونكي مان. تصنيف الفيلم بيكون أكشن وإثارة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 5/4/2024، والفيلم ده بيكون من بطولة وإخراج ديف باتل. وقصة الفيلم بتحكي عن شاب من أصول هندية، وكان دايما بيلبس ماسك على شكل قرد، وده علشان كان بيرمز للشخصية الهندوسية الأسطورية المعروفة باسم الإله القرد، رمز الشجاعة والإخلاص والحماية. المهم بنعرف إنه كان مقاتل في نادي سري تحت الأرض، وكان بيكسب منه مبالغ ضئيلة جدا، وده كان مقابل إنه بيتعرض للضرب المبرح. المهم بنعرف إن تم قتل مامته زمان على يد ناس أشرار، وكان جواه كمية غضب كبيرة جدا تجاههم، وبنعرف انه كان ناوي ينتقم من الناس ديت، وهنشوفه في رحلة انتقامية ضد القادة الفاسدين اللي كانوا سبب في مقتل والدته وتدمير حياته. والفيلم ده يعتبر من نوعية الافلام الانتقامية الشيقة جدا، وتحس شوية انه قالب على فيلم جون ويك. والفيلم ده كان فيه مشاهد اكشن ممتعة وكويسة جدا. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7/10 من إجمالي تصويت 33,000 صوت، تكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 10 مليون دولار، والفيلم حقق إيرادات عالمية بقيمة 31 مليون دولار. وزي ما وضحت لحضراتكم كل الأفلام دي متاحة على جميع المواقع الأونلاين، ولو كنت شفت أي فيلم منهم فممكن تكتب لي تقييمك الشخصي ورأيك في الفيلم اللي شفته. وما تنسوش تتابعونا الأسبوع المقبل في ترتيب البوكس أوفيس علشان هنتابع مع بعض الفيلم المنتظر The Fall Guy. وفي النهاية بتمنى من حضراتكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وإنستجرام من دلوقتي علشان متفوتوش أي خبر أو أي فيلم جديد بقى متاح تحميله.
لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.